واختلف العلماء هل وجوبه المقصود هو ركن من أركان الإسلام هو وجوبه الفردي كما ذكرنا الآن، أو ثم وجوب آخر هو الوجوب الجماعي. فإقامة الموسم كل عام فريضة، حتى لو قدر أن المسلمين أصبحوا محصورين في عدد محصور وقد حجوا جميعا لا يسقط عنهم إقامة الموسم، يجب أن يقام الموسم في كل عام. وهذا الخلاف سببه الخلاف في تفسير قول الله تعالى في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإنه قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من استطاع ما إعرابها؟ إذا كانت فاعل حج فاعل المصدر معناه إحجاج من استطاع إليه سبيلا، كان المقصود بالفرض الحج الفردي. وإذا كان المقصود ولله على الناس المقصود بهم من استطاع إليه سبيلا، فتكون بدلا من الناس تكون في محل جر، ما تكون في محل رفع على الفاعلية هي فاعل المصدر، وإما أن تكون في محل جر بدلا من قوله على الناس. ولله على الناس أي على من استطاع حج البيت، فيكون ذلك على الناس جميعا فيكون فرض كفاية. ولذلك الحنابلة والشافعية الذين يرون أن النفل لا يجب بالشروع يستثنون من ذلك الحج والعمرة، يقولون الحج يجب بالشروع حتى لو كنت حججت 50 مرة إذا أحرمت لا يحل لك الخروج من الإحرام حتى تكمله، لأن الحج والعمرة كذلك إذا أحرمت بها لا يحل لك الخروج منها استثناء، لأن هذا الوجوب هو وجوب جماعي. وأتم الحج والعمرة لله، هذا الإتمام. والسيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع يقول عند ذكر النفل ووجوب الفرض، أقصد عند النفل أنه يجب بالشروع عند المالكية والحنفية، قال وبالشروع لا نلزمه. وقال نعمان بلى، نعمان أبو حنيفة، وقال نعمان بلى والحج ألزم بالتمام الشرعاء إذ لم يقع من أحد تطوعا. الحج ألزم بالتمام الشرعاء إذ لم يقع من أحد تطوعا، لأنه إذا كان قد حج فالمشاركة في إقامة الموسم فرض كفاية، وهو بذلك مقيم لفرض الكفاية.